75 years old, male patient with history of bronchogenic carcinoma diagnosed previously, presented with dyspnea. Then 75 years مالي ده 46 وجاي with dyspnea. Who were previously diagnosed with bronchogenic carcinoma. Now presented with dyspnea. Or follow up يعني. Or follow. ماخذ كيمو راديو شنو؟ دكتورة صفا. اي نعم ماخذ كيموثيرابي. اي اذا انو كيس اوف. سيرجري يعني. She has bronchus treated by chemo. وهسه جاي ريسنت خلينا نقول ديسنيه ومبين كرونيك عادي فشوف الناشونال فاينلز ابني. بعدين جاي نشوف chest CT scan lung window. هاي lung window. نشوف area of increased density. Areas of increased density يعني prominent interstitial edema. Focal area of air. Bilateral focal dense area. Non-contrast native. Non-contrast native. الكورونا اللي نقدر دكتور العفو دكتور صفا طلع الى كورونا بابا هذا مو كلي تاخذ الكورونا اي بس هنا دكتور اسعد يعني نشوف area of increased density bilateral increased density apical area both apical area diffuse يعني اكثر شيء بال right lung field يعني مثل prominent interstitial edema bullous area يعني air area of bully focal area of bully نشوف thickened second interstitial محمد خلينا نشوف بس يعني احنا اول مره واحد يباوع على الاشياء الكبار فاسكولار بندم يباوع على الاشياء الكبار يعني ان جنرال تعرف الاسسمنت مالت اللنجز مهم يعني الثاني اللي دا اشوفه طبعا اكو ايفيدنس مال اير ترابينج باي لاترال نعم هير ترابينج مو صحيح هذه ديو تو اولد ايج كرونيك برونكايتس مع الانفيزيما هاي ان جنرال الاشياء الكبار نشوف اني بالنسبه لي دا اشوف اكو لوس اوف فوليوم بالرايت لانج مقارنه بالليفت لانج هذه اشياء عامه بس نيجي لللوكلايزيشن هاي الاشياء العامه يعني من تقارن الرايت لانج ها سمولر ذان ذا ليفت ديكريز فوليوم مو صحيح؟ ان جنرال هذه ان جنرال نجي بعد دنس ماس نعم نشوف ماس اكو نشوف ماس بري برونكيال او بالرايت هايلر اريا اكو فد ماس رايت هايلر المارجن مالتها شلون هي ابني؟ يعني جاي نشوف الريجولار او ال ديفايند يعني اي شو يشرحوا لها؟ الريجولار باللانج والهذي ويسكري ويسكري مارجن مو صحيح؟
نعم او انفيلتراتيف او ويسكري مارجن، يعني اكو بيها نتوءات وش اسمه انديكيشن مال الاجريسيفنس مال الليجن. هنس لاين ايمينيتنج فروم ات، يعني جاي نشوف بالضبط. زين عندك هسه هنا بهذه الايمج تشوف بايلاترال ابيكال همينه بلورال ثيكنينج. ثيكنينج طبعا هذا بي ديفرنشال دايجنوسيس طويل عريض. نعم. تبدي من البلورال ثيكنينج ديو تو كرونيك لنج ديزيز الى الابيكال ثيكنينج ديو تو بانكوست تيومر الى، يعني تبدي من البناين الى المالجنت. فهسه احنا ما يجدنا بانتباهنا انه اللي رايت هايلر ماس، مو صحيح؟ هايلر ماس نعم. ويسكري مارجن، ويسكري مارجن. شنو اللي يطلبه من هذا المريض؟ هسه انت دكتور اسعد انكلودد بالريبورتينج مال هذا الكيس وعندك الهيستوري 75 اكيد سموكر، مو دكتوره صفاء؟ اي كان سموكر وكرونيك برونكايتس، وده شوف حتى الميد لاين اللي بين الرايت والليفت لانج، ها هو ديفيتد شوي تو ذا رايت لانه كلوس اوف فوليوم. ايش تطلب من المريض ويا هو الهيستوري مالته؟ شنو الشيء المحدد اللي تطلبه من المريض؟ استاذ هو بالاضافه او من الريلاتيف مال المريض، يعني بالاضافه للهيستوري والكورس مال التريتمنت والتشيست اكس راي. ايه ايش تطلب منه بالتحديد هذا المريض هسه انت دكتور اسعد حسين؟ included بالريبورت مال هذا الكيس دزولكيا وكاتبي لك الهيستوري مثل ما قالت الدكتورة صفا، ايش تطلب من المريض بالتحديد؟ اريد كلمه واحده تطلب منه. استاذ هو يعني بيضاف الهيستوري والكورس اوف تريتمنت وال لأني كل يعني راديو ثيرابي أو قلت لك ماخذ كيمو أو راديو أو هاي ما ندخل بي بالهستري. أنت إيش تطلب من المريض بالتحديد هذا أو الويا الريلاتيف مالته اللي ويا إيش تطلب منهم؟ شو تريد تشوف؟ شنو الشيء؟ شوف البون ويندو نشوف يعني لا هذا هو الفحص كلي قدامك تحت إيدك، بس أكو في الشيء تطلبه من المريض وأهله؟ هذا بالضبط. يعني دكتورة شو اسمه دخلت ويانا الهستوباثولوجي يعني دكتورة الوائلي دخلت ويانا محمد؟ استاذ محمد لا مو يعني ما دخلت حتى لا ما وصل هالرابط ما وصل إيه حتى هو دكتور أسعد يقولها تقوم تدخل ويانا حبيبي. دكتور أسعد أنا راح أجاوب على على مود ما أطول الوقت، إن تدز على المريض قل له اعطيني شكو عندك فحوصات دعائية سابقة إيه يا غير يعني إحنا هذا اللي نعلم لكم إياه. المهم التشخيص والوصف والهذي لا صعب عليك ولا على غيرك ولا على أي واحد وهاي، بس احنا الاشياء الابروش تو ذا بيشنت تو ذا بروبلم سولفينج كيس والهذي هاي يتطلب هالشكل الدز على المريض. هو استاذ رعد هو اي شيء ان الكيس لازم انت تطلب البريفيوس ذا لاست اكزام حتى تشوف اكو تشينج لو ماكو. بالضبط. فانت تطلب الدز على المريض قبل ما تكتب التقرير على مود تسوي كومباريزم، صح اسعد لو نعم صحيح؟ نعم صحيح. احنا نسلينا نكتفي وياك اسعد، شكرا. نعم. شكرا جزيلا. احنا كبدايه وراح اني ابقى ديجينج عليك ويا كل ميتنج على مود شو اسمه انت همينه تكون بالصوره. شكرا اسعد. اذا نروح على دكتور علي سلمان ويانا. دكتور علي سلمان صباح الخير استاذ. صباح الخير. احكي لنا ابني شنو الاشياء اللي الضيف على الأشياء اللي قلناها. والله أستاذ أول شيء يعني مثل ما تحن الصورة اللي والكونتراست دكتورة صفا طلع أم الكونتراست بيت. يلا احكي لنا إيش دكتور علي سلمان. والله رجع لنا اللانج ويندو بالزحمة عليك وخلي أكزير دكتورة
دكتور علي انت الكونتراست تشوفه باللانج ويندو بالسوفت لا لا استاذ العفو يعني قبل الكونتراست انا عبالي يعني ابدا من البدايه يعني نبدا من الابيكال نحكي على عدة انفيزيمة تزبلي اكو بالابيكال بارت وعنده شويه فايبروتيك تشينجز همين اذا اشوف بالميدل يعني بايلاترال وعنده مثل ما تفضل استاذ رعد همين لوس اوف فوليوم وتقريبا اكو فد يعني شيفتنج صاير بالرايت سايد ممكن لانه اللوس اوف فوليوم او فايبروتيك تشينجز اكو كانت موجوده همين بس عندنا بالش اسمه شفت اكو فيشرال ثيكنينج صاير عنده زين وعندنا فد لينير اتلكتيك تشينجز اللي هو صاير بالرايت سايدد الانتيرير بارت مالته عدا الماس اللي هي اصلا القديمه اللي احتمال اذا جبنا الاوليات مالته نشوف يعني ناخذ فكره اوليه شلون كانت الماس بالبدايه وبعدين شنو اللي التغييرات اللي بيها بعدين طبعا نشوف البون ويندو اذا اكو انفيجن اذا ضارب مثلا البون او يعني نسوي يو سيرش فور ميتاستاسيس وين اكثر شيء وين اكثر شيء سيرش فور ميتاستاسيس هسه هو استاذ هو عنده فيشرال ثيكنينج عنده وعنده فد تايني نوديولز اكو موجوده باي لاترال همين اذا اشوف وين على البيرفرال اكو سبلول عفوا بقينا على شو اسمه بدون كونتراست بس بقينا اللانج ويندو رجعينا اي مشينا شوي مشينا خلينا نشوف هاي لحظه استاذ خلي بس تطلع لنا هسه هاي الامفيزيمتس هاي الفايبروتيك تشينجز همين اكو موجوده بايلاترال ابيكال طبعا الديفرنت اكو مال اي هسه هذا مثلا احنا عندنا فيشرال ثيكنينج وهذه عندنا هنا بلورال ثيكنينج يا فيشر هذا يا فيشر اللي شفته قلت عليه ثيكنينج اور ريجولار هذا الازايجس ازايجس اكسلنت نعم هسا عندنا اكو فد نوديولز هسا انا دا اكبر الصوره يمي اكو عندنا طبعا هاي فايبروتيك تشينجز موجوده هاي سيجنال ساين موجوده هنا بالنسبه للليف سايدد زين موجوده بايلاترال واكو انفيزيماتاس صغار اكو طبعا بارا سنترال انفيزيما واكو بيرفرال واكو عندنا فد نوديولز صغار يعني سب بلورال وعلى الفشار موجوده هنا من هاي الجهه بالنسبه للرايت سايدد بس ما نشوف عندنا بلورال افيوجن يعني مو بس اكثر شيء ثيكنينج يعني اكو فد ريكيرنس او ممكن مثلا اكو نص من عدهن يعني هاي الفايبروتيك تشينجز صار نتيجه يعني راديشن نتيجه للراديشن ثيرابي دكتوره صفا كملي الفحص لي جوا كملي دكتور علي ما قلت ان انتبه على الفحص ابني انتبه نعم كملي بابا صفا اللي تمشي للأخير أوفي تستفيد من هذا السكشن علي والله صاد أدور إذا أكون ميتستسس بالموضوع يعني وير هو عادة إذا برونكوجينيك كارسينوم أكثر شيء يروح يضرب لنا السوبرارينال جلاند يعني. إكسلنت. نعلمكم دائما إنه لا تقبل فحص لانج not including the suprarenal gland particularly with lung masses. أي تحب السوبرارينال جلاند هي البرونكوجينيك كارسينوم. بس أنت in your opinion إنه هذا شو اسمه ريكيرنس اذا ما مسوي سيرجري تعتبره ريزيدوال والله استاذ هو عاده يعني اذا ريكيرنس فهو اكيد يعني الليمفاتيك سبريد يعني ما منها شك يعني لان يعني فيشرال ثيكنينج يعني فيشرال ثيكنينج والله استاذ انا اتذكر بمستشفى الامل يعني دائما من يجونه يعني انا اتذكر انا
دكتور نزار بوقت يعني عندنا فيشرال ثيكنينج او نودولز تصير على الفيشرز وسبب بلورال، فهذا يعني الليمفاتيك سبريد، يعني ممكن راسا نقول له انت يا ابي ترى عندك ريكرنس، فيرجع يعيد لنا التيومر ماركر، يعني يعيد لنا من جديد النوب. ماكو هذا الليمفاتيك سبريد. والله استاذ فهد لحظه يعني الليمفنجايتس كارسينوماتوسيس. اوكي الموس كمان كوز مال الليمفنجايتس كارسينوماتوسيس. والله استاذ هو يعني العفو يعني ديفرنشال، يعني مثلا سي اي بريست مال بروستيت يعني ايش عندنا سي اي برونكاس استاذ، عندنا السكويما، عندنا الادينوكارسينوما، عندنا ال ال السمول ونون سمول، هي سمول العفو سمول ونون سمول، هي كذا تفصل. اوكي علي شكرا. الادينوكارسينوما اي اوكي حلو. شكرا حلو. علي دكتوره صفا احكي لنا بابا على الكيس سريع وحتى نروح عند سريع توكبت. تمام. مثل ما قلنا هو 75 years old, previously diagnosed with bronchogenic carcinoma. He was unfit for surgery and treated by chemotherapy. Now presented for follow-up, but also complaining from dyspnea. And hereby the axial CT scan of the chest. مثل ما قالوا الباقين يعني اكو pleural thickening و fissural thickening with nodules. So, او يعني بالاضافه للفايندينجز الباقيه الانفيزيماتس بوليبل و اكو هم تراكشن برونكيكتس يعني هاي الاماكن. يعني كانت findings of مثل ما قال دكتور علي سلمان lymphatic spread was diagnosed as lymphangitis carcinomatosis. ما استاذ نروح على التوك. اوكي بابا توكل توكل على الله. طلبتي انت من فحص قديم شيء لو ما طلبتي بقى؟ لا يعني ما كانت موجوده الفحوصات. اوكي يعني استاذ رعد انا بس عندي سؤال الصفا. احنا شنو استفادنا من الكونتراست؟ بس انت كلها الكيس كلها شوفتينا بس البري. والله استاذ يعني يلو فينس اكو بي فايده او بدون فايده كان حاولت افتحها بس يعني شويه ثقيله ما تنفتح يعني. لا لا هو بي فائده كان بي فائده كان يعني الاج كراديولوجيست يعني فادنا في شيء بالريبورت ما فادنا. لا ماكو في اضافات يعني هو نفس الفاينين. زين احنا بعد شلون نعرف انه هذا المريض هو getting better or not اذا ما عندنا البريفيوس اكزام مالته؟ يعني هل اكو نيو تشينجز؟ هل هو المريض ستيبل او الماس از انكريزنج او هاي النودول هي ميتاستاتيك نوديول؟ احنا نشوف البريفيوس اكزام مو صح ولا لا؟ اكيد اي طبعا هم دازين انان كيس اوف برونكوجينيك كارسينوما، يعني هم مشخصين وماخذين منه بايوبسي ومعالجين، فالفولو اب مالته احنا ما راح نقول لهم هذا برونكوجينيك كارسينوما. يعني قصد شوي بيسدوا السبيكر بلايز احمد اللي ما يعني قصد استاذ محمد دكتوره صفا انه يعني البيشنت تتعرض الى انذر راديشن دوز وهذه اوف نو فاليو، فهذا القصد. على كل هو التاكيد مو انت حضرتك انكلودد بالفحص، اجيتي ولقيتي مفحوص، بس احنا لازم يكون عندنا يعني اشياء من نسويها كود البيشنت يستفاد احنا نستفيد منها. ما اعتقد الكونتراست اضاف شيء مثل ما تفضل الأستاذ محمد. على كل روحينا على التوك، إذا نسوي التوك على البرونكيال تيومر أو برونكيال كارسينوما حتى نستغل الوقت بعض. حالياً لا، أنت سوي ستوب شير لهذا وشير إلى كباب. تمام. إيه شير التوك ماتش ال presentation. إيه هسه أوكي أوكي بقى.
Okay, now the definition of lymphangitis carcinomatosis. It is given to the tumor spread through the lymphatics of the lungs, and it is most commonly seen secondary to adenocarcinomas. The clinical presentation variable. A patient may present with dyspnea and abnormal pulmonary function test, but may also be asymptomatic until much later in his case. The pathology of lymphangitis carcinomatosis, the cause, as we said, most commonly seen to secondary to adenocarcinomas, with the most common cause being breast cancer and lung cancer, colon cancer, stomach, prostate, cervical, and thyroid cancer. It can also be seen in numerous other primary cancers other than adenocarcinomas, such as laryngeal cancer and pancreatic cancer. We have mnemonic for lymphangitic carcinomatosis, useful to remember by the phrase certain cancers spread by plugging the lymphatics, C for cervix, C, the other C for colon, S for stomach, B for breast. P for prostate and pancreas, T for thyroid, L for larynx and lungs. Mechanism of lymphangitic carcinomatosis. The spread is through the lymphatics in most cases, except in a bronchogenic carcinoma, usually occur after hematogenous seeding of the lungs with subsequent lymphatic involvement. It may also occur by retrograde spread into the lymphatics from the mediastinal and hilar lymph nodes. We have peripheral lymphatics and central lymphatics. Both of them, the peripheral lymphatics coursing in the interlobular septa and beneath the pleura, and the central lymphatics in the bronchovascular interstitium are involved. By histology, the tumor is seen both within the lymphatics and in the adjacent interstitium with associated edema and desmoplasia. Now we have radiographic features. The radiographic appearance can most easily be divided into the involvement of the peripheral, as we said, the interlobular septa and the central lymphatic system. The involvement may be of both or predominantly one of them. Distribution of changes is variable, but most are asymmetric and patchy, and usually bilateral, but maybe unilateral, especially in lung and breast cancer. In X-ray plain radiograph, unfortunately, up to a quarter of patients with subsequently established lymphangitic carcinomatosis have normal chest X-ray. And when it is abnormal, the most common finding is reticulonodular pattern with thickening of the interlobular septa, which may resemble the curly B lines. Here we have plain radiographs with widespread bilateral interstitial lines. And those two cases were diagnosed as lymphangitic carcinomatosis. In CT scan, especially the HRCT, it is excellent at demonstrating both the peripheral and central changes. Typically, the appearance is that of the interlobular septal thickening, most often nodular and irregular, as we saw in our case. Although smooth thickening may also be seen, this results in a prominent definition of the secondary pulmonary lobule, manifesting as tessellating polygons. There could also be alveolar filling pattern blending into the reticulation. Thickening of the bronchovascular interstitium is usually irregular and nodular, with changes seen extending toward the hilum. The combination of the peripheral and the central involvement may give the characteristic dot in box appearance. Here in this photo, the dot in box appearance, the boundaries of the box are of the interlobular septa,
and the dot in the center resembles the central lymphatics. Additional findings include subpleural nodules and thickening of the interlobular fissures, pleural effusions sometimes, pleural carcinomatosis, hilar and mediastinal nodal enlargement, relatively little destruction of the overall lung architecture. Here in this CT of the chest, we note the thickening of the interlobular septa, the apical segment of the left upper lobe here, and lymphangitic carcinomatosis in a patient with histology of lung adenocarcinoma. In most cases, it progresses rapidly and patients deteriorate. However, in some cases, changes may remain stable over considerable time. As such, a stable appearance when compared to previous imaging does not necessarily exclude the diagnosis. In nuclear medicine, in fluorodeoxyglucose PET CT, increased avidity within the nodular interlobular septal thickening. The PET CT scan has a sensitivity of 86% and specificity of 100%. Treatment and prognosis. The treatment is determined by the histology of the primary tumor, but in general, it relies on systemic chemotherapy. Prognosis of patients with lymphangitic carcinomatosis is poor, with approximately half of patients die within 1 year of diagnosis. Here we have a list of differential diagnoses of lymphangitic carcinomatosis, which include a differential of that of the thickened interlobular septum, such as sarcoidosis with more nodular pattern predominating in the upper lobes, maybe viral pneumonia, pulmonary edema, especially with the thickened interlobular septa, as we said, may resemble curly B lines, but it is commonly bilateral and often have gravitational distribution, mainly at the lung bases, radiation pneumonitis, and lymphocytic interstitial pneumonitis. And thank you for listening.